اكتر من 8000 اسير، وزي ما بقول لك العهده على الراوي. طب اسرائيل تيجي تقول لك لا اصل ما في، ازاي ما فيش؟ الناس عندها اسماء وعندها اعداد، دخلتوا بيوت الناس وغرفهم وخدتوهم، اطفال كانوا او شيوخ، ولا فرق معاهم حاجه. السؤال، وهو اسرائيل كسبت من ورا الحرب؟ يعني هو بنيامين نتنياهو كسب؟ بنيامين نتنياهو يقول لك لن اخرج حتى اخرج منتصرا. طب ما انت خسران في اللواء الجولاني، قتلى، اسرى، اصابات، وسحبت فرق من جو. يعني انا لو منك اهرب. عارف زكي قدره؟ يجب ان يعلم جيدا بنيامين نتنياهو من هو زكي قدره. اقتل يا زكي قدره، بيقتل زكي قدره. فالمتشددين والمتطرفين والارهابيين المستوطنين قالوا لك اقتل يا زكي قدره، فقتلت. في وقت ما اهرب يا زكي قدره، اخرج بره القصه دي. الخسائر سوف تظل مستمره، نزيف الخسائر للجيش الاسرائيلي او لهذه الدوله، هذا الكيان غير المعتبر، خسائر ونزيف مستمر. الحرب حولت، ده بعض الاحصائيات بتقول كده وبعض التقارير، حولت 1,000,000 من ابناء الكيان الصهيوني المحتل لمدمني كحول ومهدئات. طيب الحرب ادت الى نزوح 250,000 بني ادم الى الداخل او عمق الداخل الصهيوني، اذا صح ان له داخل فلا حق له. الحرب ادت الى انه مجندين بيعالجوا نفسيا. معانا على التليفون استاذ عادل محمود محللنا السياسي، اهلا بيك يا استاذ عادل. الو الو، مساء الخير. مساء النور يا استاذ عادل، اهلا بيك. اهلا اخي يوسف، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. اهلا بيك، اهلا بيك يا فندم. احنا هيبقى في ديلي في الغالب على ما يوصل لك الصوت وعلى ما يجي لي، فخليني ابدا على بعض التقارير التي يعني قراناها ونشرت وتتحدث عن انه هناك بسبب الحرب حوالي 1,000,000 اسرائيلي تحولوا الى مدمني كحول وحبوب مهدئه. اذا فالخسائر مستمره ونزيف الخساره مستمر. استاذ عادل. الو، ايوه، وصل لك السؤال ولا ما؟ لا وصلني وصلني. انا اولا احييك على طرح ملف انجاز التعبير اسميه الوجه الاخر للحرب. اخي يوسف، ما أسوأ من التعاطي الذي وصل اليه المجتمع الاسرائيلي هو طبيعه جينات الخوف لدى الاسرائيلي من الموت. هناك هلوسه طبيعيه في تكوينتهم، يعني كاريزما. هذا بدون حرب، فما بالك بما يجري الان من صدمه وترويع. ذهبوا الى التعاطي، ربما ذهبوا الى الانتحار، الى الجريمه هي السرقات. هذا السبب الرئيسي الذي دفع الى هذه الارقام، يعني 1,000,000 متعاطي، 160,000 متعاطي جديد، نزوح 250,000. هذا السبب هو أمريكا التي دفعتهم بالإكراه إلى السيناريو الحرب الطويلة، وهي مطلوبة منهم كدور. يعني في جردة الحسابات الحروب التقليدية العربية الإسرائيلية كانت قصيرة، يعني حتى حسابات ربما حماس بعد 7 أكتوبر توقعات أن يكون كما الماضي أسبوع أسبوعين. الجديد أن الجندي الإسرائيلي ذهب إلى حرب برية، وهو في عقيدته يخشى يعني المواجهة المباشرة من خلال الحروب السابقة، مسكون بالخوف. هذا الجندي إن قتل لديه أسرة، إن أصيب أصبح ميت في الحرب ولديه أسرة، يتحول مسار الأسرة إلى المجهول. هذه الانعكاسات
والتداعيات، فنراها أكثر كأرقام بعد الحرب. والأهم من وجهة نظري أن إسرائيل اليوم غير آمنة لا لقدوم اليهود إليها ولا حتى بقاء اليهود فيها. نتيجة، لاحظي، نأخذ مثلا نتنياهو، شخصية نتنياهو في كاريزمته وهوسه وخوفه من المواجهة، لديه قابلية أن يقتل العالم ككل ويبقى في ما يسمى دائرة الهروب من مصيره. بمعنى نحن اليوم أمام دولة إسرائيلية خارج الخدمة على صعيد العقل والجسد معا. أنت تتحدث عن أرقام إن صحت، هذا التعاطي يعني يريد منظومة أشبه بالحرب للاستشفاء لهؤلاء. هل المستشفيات تتسع؟ هل لديهم قدرة الآن على استيعاب؟ وأنت تعلم أخي يوسف أن فقدان الأمن المجتمعي سيؤدي لمجتمع غير مستقر اقتصاديا واجتماعيا. بمعنى ما بعد الحرب ستكون الكوارث والمصائب على الشعب الإسرائيلي نتيجة حرب مجهولة إلى الآن، نتائجها غير واضحة، أهداف بنك الأهداف غير واضحة. يعني إن خرجت إسرائيل مهزومة، وإن سيلجؤون كما عادتهم ليس فقط التنظيم الاستقفال على شعبهم أيضا وليس على الدول العربية وغيرها، سيلجؤون إلى سيناريو يشعرون المواطن الإسرائيلي بالنجاح. لكن على أرض الواقع نحن نتحدث عن 3 شهور إلى الآن، النزوح الداخلي له تكلفة داخلية هامة جدا، هو أصعب من التهجير خارج إسرائيل. بمعنى التعاطي، يعني هذا التعاطي إن ازدادت الحالات أنت أصبحت أمام دولة مجنونة متعاطية. يعني ككل أركان الجيش أهم من المواطن الجندي الذي يواجه مصير. إن صحت بعض الفيديوهات أو التقارير أن الجنود يقولون لنتنياهو حين زار أحد الميادين، قالوا له أننا في المنام نرى كوابيس الجثث والدم، هذا هام جدا. إذا نحن أمام دولة للأسف ذهبت من خلال نتنياهو كابينة الحرب إلى تحويل إسرائيل بالفعل ما طيب لا طاقة. ماذا عن الخسارة السياسية لإسرائيل جراء هذه الحرب اللي على ما يبدو غير محسوبة وغير مأمونة العواقب للجانب الصهيوني؟ أخي يوسف، إذا أخذنا الجانب السياسي ليكون واقعيين، نحن نتحدث مع سيناريو ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية. إلى الآن رغم استضافة الكم الهائل من المحللين والسائس على جميع القنوات، لم يصل أحد إلى بنك الأهداف الحقيقية. بمعنى هم ماضون في المرحلة الثالثة العسكرية، ستتضح أكثر ملامح الأهداف الحقيقية. أنا لا أريد الغوص في بنك أهداف غامض، وإن اتضحت بعض الملامح أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استخدام إسرائيل أخذت غزة للأسف إلى منطقة كجغرافيا بالفعل لا تصلح للحياة. هل يريدون يعني التغييرات الديموغرافية؟ يوضع أمامنا يعني خلفنا موضوع التهجير، هذا انتهينا منه منذ بدء الحرب. التغييرات الديموغرافية إلى أين سيقذفون الناس؟ إن صحت أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يريدون الغاز في شمال غزة، وهذا هام جدا، لأن الصراعات بدأت تتضح الممرات المائية والسيطرة عليها جنوب لبنان، وسيناريو أن ينسحب حزب الله قبل الليطاني 40 كيلو، حيث الغاز. نحن نتحدث عن إسرائيل تريد تموضع أمني. إن كانت المرحلة الثالثة في ازدياد وتيرة التصعيد والدموية ويقذفون الناس كما إلى أقصى الجنوب، هل تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تصلح غزة لا لحكم السلطة ولا قوى دولية ولا أي شيء؟ بمعنى منطقة بائسة يائسة لأخذ ما تريده من السيناريو السياسي. بمعنى الإصرار الأمريكي على استخدام إسرائيل إلى الآن، وأنت تعلم إسرائيل أخذت نفس الحرب الطويلة من الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هنالك فشل في إعلان
الحصاد السياسي وحتى العسكري الى الان، لا ننسى هناك صمود، صمود في الداخل الفلسطيني. صحيح. لا يوجد غزاوي تم تهجيره، لا ننسى ايضا القوه الدبلوماسيه الضاربه لمصر، ربما مصر مع قادم اياس يعني نقول ينفذ صدرها، ستستخدم طرق جديده لان هذه الحرب اصبحت ثقيله على الجميع، داخل الفلسطيني القضيه وايضا على دول الجوار. من ثم يعني نقول التلويح باوراق ضاغطه خلال الممرات المائيه على دول بعينها كحصار اقتصادي لتأثير على الارض داخل فلسطين، هذا السيناريو ممكن لان بدات الحرب الاقليميه. نحن نتحدث عن هدف سياسي الى الان انا من وجهه نظري يمارسون علينا الى الان الاستغفال وليس التضليل. كثره الحديث عن تجزئه غزه، احتلال غزه، تهجير اهل غزه، الى الان بنك الاهداف ماضي من الناحيه العسكريه، ستتضح في المرحله الثالثه، هذا من وجهه نظري. صحيح. انا بشكرك جدا 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 استاذ عادل محمود محللنا السياسي المعروف. وطبعا هناك اهداف قد تظنها اسرائيل انها خفيه، لكن احنا نعلم جيدا ان هو جزء مهم جدا من الاهداف الاسرائيليه من هذا العدوان الوحشي على غزه هو اخلاء غزه بالكامل بالكامل، ثم يستدير على القطاع، اسف، يستدير على الضفه الغربيه. ليه؟ لان هو يريد ارض خاليه، هو عاوز ارض بلا شعب. فاعمل ايه؟ زق الفلسطينيين على مصر، زق أهالي الضفة على الأردن، وطبعا حضرتك عارف أنه كندا فتحت فيز مستعجلة مدتها 3 سنين بس، حاجة بسيطة كده، اللي هو يلا اللي عاوز يجي يلا بسرعة. ما هو لما هيفشل سيناريو التهجير بسبب موقف مصر لازم يلاقوا حل. فالكنديين يقول لك ايه، فيش اي مشكلة يا جماعة، لو عاوزين تيجوا تعالوا، والفيزا لمدة 3 سنين، تعالوا وهيص. لا مش هيسيب،